السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صليتم على الحبيب يا رجال، عليه الصلاة والسلام. فاللحظات هذه استراحت نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى الناس يصلون، ثم عاد يتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى، وكان يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، يعني سكرات الموت ليست سهلة. واللحظات التي تخرج فيها الروح كما ذكر أهل العلم قد تكون عندنا لحظات قليلة، لأنه يعني حادث توفي، جلطة، يعني ضرب الدماغ توفي، بالنسبة لنا هذه لحظة بسيطة جدا، لكنها للميت الله أعلم، لأنها في علم الغيب، لكن سكرات الموت ليست سهلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعنكم سكرات الموت. ومن فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله سبحانه وتعالى وقد خير، فقال بل الرفيق الأعلى، أما نحن فلا نخير ولا نعلم متى ستأتي ساعتنا، قد يأتي ملك الموت لإنسان منا وهو في يعني جالس مع زوجته أولاد، قد يأتي وهو جالس مع أصدقائه يعني يشرب شيشة ولا يتكلم مع أصدقاء حول أي شيء، قد تأتي وأنت ولا الريجستر يعني بتبيع وتشتري للناس، قد تأتي وأنت تصلي، الله أعلم متى ستأتي ساعة كل واحد منا، لكن الإنسان العاقل الذي يهيئ نفسه لهذه اللحظات يا إخوة. يعني ما زلت أذكر ذلك الشاب الذي أتى إلى الشيخ صلاح، قل له يا شيخ يعني أنا مثقل بالذنوب، يعني ما من ذنب تفكر فيه في هذا البلد إلا وفعلته، صلى الله أن يستر علينا جميعا. فيقول وأخشى أن ألقى الله سبحانه وتعالى بهذا الثقل الثقيل. فالشيخ رحمة الله فك الله وأسره وفرج همه يقول له يا أخي كلنا أصحاب ذنوب، كل ابن آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش رأيك نعلن التوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى بشروطها الثلاثة، أن نندم على ما فعلنا، وأن نعد الله سبحانه وتعالى على أن لا نعود، وأن نعزم على عدم العودة، والله سبحانه وتعالى سيغفر إن شاء الله تعالى. فقال قل معي تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود أبدا. فقالها ثم بدأ يبكي بكاء مر شديد، واحتضن الشيخ وكأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هدية من السماء، وأخذ رقم التلفون من الشيخ وأعطاه رقمه ومشى. الشيخ جالس مع مجموعة من أصدقائه بعد الحادثة هذه، فيأتي اتصال من المستشفى، فيه شخص أصيب بحادث، وآخر يعني رنة كانت في تلفونه إلى هذا الرقم. فراح الشيخ وصل، وإذا بصاحبنا مسقوط يعني ساقط على الأرض منتظر لحظات يعني الارتفاع إلى السماء. فقال له الشيخ لا إله إلا الله، قالها وتوفاه الله سبحانه وتعالى. يا إخواني الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتنا. تصور أن لو واحد منا بس يعرف أن إنسان يحبه، لو أنك تحب والدك من أعماق قلبك وأنت تعلم أنه يطيب خاطر حينما تعطيه شيء، يعني لما أزور والدي أجيب له شيء معين أنا أعرف أن هذا الشيء يسعد والدي، والله لو أروح أجيبه من أطراف الدنيا حتى أسعد هذا الأب الذي ضحى من أجلي وأعطاني كل شيء، فما بالك أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وصورنا ورزقنا، نسأله سبحانه وتعالى يثبتنا على الدين، يفرح حينما نتوب إليه. يعني لما أرجع إلى الله قل يا ربي سامحني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليفرح بتوبة عبده كما كأحدكم كان على فلاه. واحد مسافر في الصحراء وعنده عدته وأشياءه وطعامه وشرابه على راحلته، فأراد أن يستريح قام وراحت عليه الراحلة، فيأس من الدنيا ومن الحياة،
فقال إذا ننتظر هنا حتى يأتي الموت. قال ففتح عيناه وإذا ب أو ففتح عينيه فإذا براحلته عنده وعليها طعامه وشرابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، غلط من شدة الفرح، يعني تعرف أحيانا حينما يفرح الإنسان قد يقول كلمة غير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من هذا بعودة طعامه وشرابه وراحلته. فماذا من الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتنا يا شباب؟ نعلنها توبة صادقة مع الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى لأختنا الكريمة الرحمة والمغفرة، أن يسكنها في مسيح جناته، وأن يجعلها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صارت إليه، وأن يرحم كل المؤمنين والمؤمنات. النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب يقولنا في حديث جميل، قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فنسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. ونصيحة أنصح إخواني جميعا، هذه تعلمتها من يعني من مشايخي، وجميل أن احنا نشارك الخير، لأنه زكاة العلم تعليمه. قال يعني دعوتان ندعوهما في السجود، الأولى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب بيد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة، والله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك، إذن المثبت هو الله سبحانه وتعالى، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت، فندعو الله ونحن في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، نسأل الله يثبت قلوبنا جميعا. والدعوة الثانية أن ندعو لأنفسنا ولوالدينا، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه سهلة ليست صعبة. وإذا استطعنا أن نضيف رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، هذه زيادة خير وبركة إن شاء الله تعالى. فجميل أن يعود الإنسان نفسه يا شباب على أن لا يفرط في حق الله. والله إنه هل أحد منا مقتنع أنه لن يموت ولن يقدم على الله سبحانه وتعالى؟ فكيف يعني نشغل أنفسنا بالدنيا أكثر من اللازم ونفرط في آخرتنا؟ كيف يمر علي يوم وأنا أعرف أنه لازم أصلي 5 صلوات لله سبحانه وتعالى وجدد فيها علاقتي بالسماء؟ لأن الدنيا فانية، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فكيف لما يأتي الإنسان يوم القيامة وما فيش معه شيء؟ تصور أن يأتي الإنسان وليس له شيء عند الله سبحانه وتعالى، كيف نطلب من الله الرحمة ونحن مهملون ومقصرون في حقوق الله التي هي لمصلحتنا؟ الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. كيف نشكر الله؟ يعني أن يستيقظ الإنسان في الصباح فينشغل بالدنيا ويفوت ركعتي الفجر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام يقول قال من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، يعني ما بدخل من الدنيا إلا برزقك المكتوب. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجمع له ضيعته وجعل غناه في قلبه ورزقه من حيث لا يحتسب. فإذا الله سبحانه وتعالى الكريم يقول لنا بأن نجتهد أن نرضيه وهو لن يضيعنا، نسعى في طلب الرزق وهذه عبادة إذا استطاع الإنسان أن يجعلها أولا من حلال،
ثانيا لا تضيع الأصول اللي هي صلاته وبره بوالديه وأعمال البر، وثالثا أن ينفقها في الحلال. هذه الأشياء كلها إذا فعلها الإنسان يؤجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث يعني يحب الله سبحانه وتعالى أن يرى نعم أثر نعمته على عبده، فلا بأس أن يكون الإنسان ثري ميسور أوكي، لكن أن يكون هذا الأمر فيما يرضي الله. بارك الله فيكم. بعد منكم بس أنا أحول هذا إليكم حتى أراكم، لأنه أنتم وين أنا؟ سبحان الله، هذه موقفة ما في شيء. ما شاء الله، صلوا على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السلام. الله يبارك فيكم يا شباب ويجزيكم الخير. يعني أختم لكم بهذا القصة حصلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العفو والعافية والستر والسلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كرمك الله حبيبي، جزاك الله خير، رجل اسمه علقمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت لحظات الموت فأصحابه بيقولوا له قل لا إله إلا الله، قال ما أستطيع، ما أقدر أقول لا إله إلا الله، إن شاء الله يثبتنا على الدين يا شباب. فأصحابه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله علقمة ما يستطيع أن يقول كلمة التوحيد، وأنت عارفين الذي يختم خاتمته بلا إله إلا الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي الجنة إن شاء الله، نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بلا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا عنه أمه، فذهبوا إلى الأم قالوا هل علقمة عنده مشكلة؟ قالت والله أنه محافظ على الصلاة، مصلي وصائم وأعمال البر ما شاء الله، لكن عنده مشكلة واحدة. قالوا إيش المشكلة؟ قالت يقدم زوجته عليه، يعني حينما تصطدم الحقوق فيقدم حق الزوجة على حق الأم، مع أنه يعني الأصل أن الإنسان يكون حكيم في التعامل مع بين حق الأم وحق الزوجة حتى ما يظلم، لا يظلم زوجته بنت الناس ولا يظلم أمه التي هي أصله والتي يعني جاء من عن طريقها. لا إله إلا الله. صليت مع رسول الله يا شباب؟ اللهم صل على رسول الله. فهذا الصحابي لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب، سبب أنه يعني أهمل حق أمه على حساب زوجته. وهذه وصيتنا جميعا يا شباب، خاصة أنه أكثرنا شباب هنا ما شاء الله، وأكيد أنه يعني إذا كانت أمك على يعني ما زالت على قيد الحياة فانتبه واحذر واجمع يعني قلبك وعقلك ألا تحرم أمك من برك ولا تحرم زوجتك من حبك. نسأل الله أن يعني يؤلف بين قلوبنا جميعا ويصلح بيوتنا جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لها تسامح ولدها، قالت ما أسامح، لم يكن أمرا وإنما يعني رغبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن اجمعوا الحطب. قالت يا رسول الله ليش؟ قال نعذبه بنار الدنيا أفضل من أن يعذب بنار الآخرة. قالت يا رسول الله ما دام قد فيها عذاب لولدي أشهدك أني سامحته. فاللحظات التي قالت الأم أشهدك أني سامحته شهد صاحبنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يعني رهيبة يذكر فيها
أنه يا معشر المهاجرين والأنصار، ألا لعنة الله على من عق والدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الله يكرمك. فنحاول قدر ما نستطيع أن لا نحرم أنفسنا من أن نرضي الله، نبر بوالدينا، نحسن إلى أهلنا ومن حولنا، والحياة قصيرة وسيخرج كل واحد منا إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الدنيا بأعمال صالحة وبذنوب مغفورة، ونثبتنا وإياكم على الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم يا شباب.